السلام عليكم إخواني أخواتي، كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير وصحة جيدة. أنا اليوم جيت نتغدى واحد الشهيوة اللي غادي تعجبكم وبغيت نشاركها معكم. فكيف ما كتشوفوا هاد الشهيوة هي لي زويتر، أو ما يسمى باللغة العربية المحار وفوائده. فكيف كتشوفوا إخواني أخواتي، هذا هو المحار أو ليزويتر، فهو من أحد الثمار البحرية الشهية، ماشي غير بالمذاق ديالها ولكن بالقيمة ديالها الغذائية. فهو كيساعد على تعزيز صحة القلب، خسارة الوزن، تقوية العظام، في منافع كثيرة كثيرة، تقوية المناعة. ولكن ما خصناش الافراط فيه، لان الاكل ديالو بكميه كبيره كيسبب لنا مشاكل صحيه، من ضمنها الكوليسترول، لانه كيحتوي على 85 ملغ من الكوليسترول. فالاعتدال اخواني اخواتي في كل شيء. ودابا غنبداو نحلو لي زويتر. باش نحلو خاصنا موسويتر، يعني هاد الموس ديال خصيصا ديال لي زويتر، بهذه الطريقه باش ما نجرحوش يدينا. ونقدروا ناخذوا طورشون نستعملوه. ودابا اخواني اخواتي غادي نحلوا لي زويتر ديالنا. باش نحلوا لي زويتر ديالنا كاينين جوج طرق. نحطوه على هذا الشكل، كاين سواء نحلوه من التحت او من الجانب الايمن، نشدوها بعنايه باش ما نضربوش يدينا، من التحت او من الجانب. فهاد الويتر هادي او المحار غادي نحلو هادي دابا من الجانب الايمن، فكندخلو الموس وكنحاولو نضغطو عليه شويه وتتهز. هانتوما كيف كتشوفوا بهذه الطريقه. ضروري ديروا ان تورشون سيرتو الناس اللي مبتدئين، حاولوا على يديكم. ودابا غادي نحلو وحده من التحت كيف ما كتشوفوا اخواني اخواتي. فكتصيروا على الويتر، ها هي بسرعه تحلات بهذا الشكل. غادي نعاود معكم اخواني اخواتي مره اخرى. فكيف كتشوفوا من جانب كنزيرو بشويه بشويه، كندخلو داك الموس مزيان وكنهزوه كيف ما كتشوفوا. لي زويتر بريونت، جديد، كيبان جديد من داكشي. غادي نعاودو وحده اخرى من التحت، ها نتوما كيف ما كتشوفوا حتى هو كذلك كندخلو الموس بعنايه وبسرعه كيتحل لي زويتر ديالنا كيف كتشوفوا. فنورمالمون ما بين الراس والراس، فكتمشيو نتوما للوسط، ما بين الراس والراس تقريبا في الوسط هي فاش كتصيروا الموس وكتحلوه. فالنوبه الاولى كتجيكم قضيه صعيبه، من بعد عاوتاني، لان مره مره خاصنا ناكلو هاد لي زويتر مره مره ماشي دائما. باش كنعرفوا بان الويتر بانها طريه وباقا حيه، فمني كنقصوها بالموس هكا فكدير ديك الحركه كيف كتشوفوا، فكتحرك فكتحسي تعرفيها بانها باقا جديده وحيه. وهذا الشكل النهائي بالنسبه للناس اللي كتبغي تاكل لي زويتر بهذه الطريقه كيف كتشوفوا اخواني اخواتي، مع شويه ديال السيترون وبالصحه والراحه. ودابا اخواني اخواتي فانا خديت شويه ديال لي زويتر. بالنسبه للناس اللي ما كتبغيش لي زويتر خضرين، قلت نشارك لكم هذه الوصفه، لي زويتر غراتيني اللي كنحتاجو فيها لي زويتر بطبيعه الحال، لا شابليور، شويه ديال الزبده، وهنايا درت شويه ديال لي زيشالوت مع الثومه والربيع، لي زيشالوت بصله اللي بغيتو. فكنطحنوهم، اول حاجه كنطحنو هاد لي زيشالوت مع الثومه والبصله، وغادي نتلاقاو نكملو الوصفه. طحنوهم حكوهم باش ما بغيتو. والان اخواني اخواتي كيف ما كتشوفوا، فغادي ناخذ لي زويتر اللي غادي نطيبوا الكميه اللي بغيناها غراتيني، غادي نقلبوها باش يتحيد منها داك الماء.
حسب الناس اللي عندكم، فانا غندير كميه قليله، فكيف كتشوفوا الماء فيها فضروري نقلبوهم باش تسقطرو مزيان. والشي الاخر انا درتهم غير صراحه، بغيت غير نوريكم الطريقه، ما انا عزيز عليا ناكلو احسن بارد يعني ما طيبش، ولكن باش نوريكم الطريقه خليت كميه قليله كيف ما كتشوفوا. كيف كتشوفوا اخواني اخواتي، فلي سويتر ديالنا تسقطرو مزيان، وهنايا كيف ما وريتكم قبل فكاين لي زي شالوت، جدريسة تاع التومه، شويه ديال الربيع، طحنتهم ودرت مليحه وبزيره، هادو هما المكونات، وذوب الزبده شفتو، يعني على حسب الكميه اللي عندكم غادي تضيفوا، والشابلير اللي عندكم كميه كبيره فغديروا اكثر. فكناخدو اخواني اخواتي الزبده كنخلطوها مع الخليط اللي عندنا ديال الربيع وليزي شالوت او بصيله، يعني كل واحد شنو كيبغي، والثومه والربيع ومليحه وبصيره كيف ما كتشوفوا بهذا الشكل. وكناخدو واحد الاناء اللي كيدخل الفرن، نحطو فيه هذاك لي زويت اللي عندنا، فكيف ما كتشوفوا البنات فلي زويت مهم، من يعني ما يمكنش شي حوايج اللي ما كناكلوش دائما، ولكن مره مره صافي بليزير ناكلو مره مره هاد لي زويت، حيت كيف قلت لكم ماشي بالضروره دائما دائما، يعني ما يمكنش غناكلهم دائما لان عندهم فوائد ديالهم وعندهم الحوايج اللي ماشي مزيانين بالنسبه للصحه. فكيف كتشوفوا كنعمروا جميع لي زويت بهذه الطريقه، نحاولوا ما نقويوش الملحه لان لي زويت مالحين، ما نقويوش الملح بزاف، نعمروا الكل تساوي. ودابا اخواني اخواتي كنسخنوا الفران على 180 درجه، وكنعمرو لي سويتر ديالنا، كنديرو ليهم لا شابلير من بعد ما كنا عمرناهم بالتساوي كيف كتشوفو. كيف كنوصيكم على الملح ما تقويوش، لان المحار مالح ديجا، كنديرو لي سويتر بالتساوي ومن بعد كندخلوهم الفران. كنتمنى البنات تعجبكم هذه الوصفه، فهي رائعه، فهاد المحار يعني الناس كلها كتعرفو، فاكله زوينه وشهيه، غير الناس انا قلت نشارك معكم الناس اللي ما كتبغيش تاكل تاكلو خطر، ف تاكلو طيب غراتيني بهذه الطريقه. فهذه هي الوصفة ديالنا ديال اليوم، فجات رائعة كيف كتشوفوا، كنتمنى تجربوها وتعجبكم، وإلا عجبتكم هاد الطريقة ديال لي زويتر فرحوني في التعليق، وديروا لايك واشتركوا في القناة باش يوصلكم كل جديد من عندي. نتمنى دعمكم برسائلكم كتفرحوني المزيد ان شاء الله من التألق لكم وليا كذلك ولجميع القنوات، ونقول لكم بسلام عليكم.